أوردت صحيفة العرب الجديد تقريرا لتحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد ومصرفيون من أن الاقتحامات والاعتداء المسلح قد تتسبب بانهيار القطاع المصرفي في اليمن. ووفقا للتقرير فإن القطاع يمر بأسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد لما يزيد على 5 أعوام، حيث أن المصارف اليمنية شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي في البلاد. التقرير يلفت إلى أن ما يعيشه القطاع المصرفي في اليمن تسبب في انخفاض المستوى الائتماني للمصارف، إذ بموجب ذلك لم تعد قادرة على القيام بأي إجراءات مصرفية خارجية مثل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالأعمال التجارية والاستيراد أو نقل أي أموال.